المي السخنة، ما فيش مي سخنة، يفتحوا لك إياها ساعتين في اليوم. والوضع فعليا صعب يعني، لأنه أول مرة في تاريخ الزيون بصير هيك. الأسرة بنذل والأسرة بنسب، ضابط أمن بمجده بيحكي للسهير وقتله لأنه مرضيش ينزل راسه، فعليا نقتل. الله يرحمه. أي أبو عصب الله يرحمه. إيش الظروف اللي صارت بعد 7 شهر اللي كانت صعبة؟ كان في مثلا تعذيب، كان في ضرب، كان في إهانات، شو؟ في ضرب وفي مسبات وفي بكفر عليك كمان. يعني أكتر إشي حاقدين اللي هم الدروز، كمان الدروز حاقدين أكتر، بضربوك بسبوا عليك على العدد، بفوتوا عليك في البوريد. يعني المدير بفوت في البارود هو وضابط الأمن وكمان سهير. ولا أي مطلب موافقينه، أي إشي بيحكوه إحنا بحرب، إحنا بحرب. أي إشي بنطلبه بيحكولنا إحنا بحرب، ما بنعملش ولا إشي، مع إنه في هدنة وهي في كل شيء، بس بضلوا يحكوا إحنا بحرب ومش راح نعمل لكم أي إشي. في البوريد يقعد يسب عليك على العدد، يطلع عليك كأنه بده ياكلك، فعليا حالة انتقام، حالة انتقام أول مرة بتصير في حكوا لك. هلا إذا طلعت ممنوع تحكي، ممنوع تعمل، ممنوع في، كان في تهديد؟ في أول لما كنت بعوفر، لما جابونا على عوفر رأيت حكولي لا علم ولا إشي، ولا استقبال ولا صاحب ولا إعلان ولا أي إشي تحكي. بحكي له ليش؟ بحكي لي أنت إيت مروح أنت بصفقة. بحكي له طيب وصحابي وبدهم يجوا وما بدهم يجوا؟ لو بحكي لي باخدك انت وياهم اذا بجيك حدا وبصير اشي.